السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فالله تعالى يصلي على ثلاثة، ثلاثة يصلي الله عليهم. الأول هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي الله عليه لماذا؟ لأنه صبر واحتسب وراضي وقنع وبقي على العهد إلى آخر رمق، فربنا أعطاه هذه النعمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. النوع الثاني الذي يصلي عليه الله تعالى من؟ هو كل مؤمن أو مؤمنة صابر محتسب، رغم الظروف صعبة يصبر ولا يشتكي يشكو الله إلى الناس أبدا. ربنا قال عنهم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. ما يقول مالي أنا واش هادشي اللي وقع، واش يبقى يتمرد ويبقى يسب الدهر ويبقى يشكو الخلق والمخلوقات، وإنما يقول قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات، الله يصلي على من؟ نحن كلنا نصلي لله، لكن الله يصلي علينا أيضا كما نحن نصلي لله، وهو رب العزة له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. أيضا ربنا عز وجل يصلي على عباده، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وعن الصابرين قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ويصلي على من؟ الصنف الثالث على من؟ عن الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يصلي الله عليهم. واذكروا الله قياما وقعودا، إلى أن قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الله تعالى يصلي على من؟ عن الذاكرين في كل وقت وحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا رابحا. كين هناك ما يسمى بقانون التعويضات الإلهية، كلما كان الإنسان ضاعت لشي حاجة ميبكي، الله تعالى يعوضنا. كلك يعطيه في أول عمره، كلك يعطيه في أوسط عمره، وكلك يدخر له حتى الآخر عمره. كتحمل واحد بحيته كل عذاب، حتى كبروا الوليدات عاد زينة الحياة، على طال الله الصحة والعافية، عاد جاب ليه الله الرزق، عاد صيفطوا للحج، عاد بات عليه النعمة، ودوز العذاب والكرفي. ولكن ربي أخر ليه، هكذا ربي كيقسم. كلك يعطيه في أول العمر الخير، كلك يخليه حتى لوسط العمر، وكلك يعطيه حتى لآخر العمر. واللي عزو مولانا، واللي بغاه مولانا، واللي بغى يكرمو مولانا، كيخلي ليه كل شيء تال الدار الأخيرة، تال الأخيرة. عاد ديك الساعة كيقولوا الناس المؤمنين: يا رب ليتك فعلت بنا مما فعلت بفلان وفلانة، كن غير تحنا لم تعجل لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، كنت احنا غير اخرت انت للاخره، لان في الاخره غيكون النعيم. فما كاينش هناك الضياع ابدا، كاين هناك الرابح رابح، وكاين قانون التعويضات الالهيه، وربي غادي يعوض كل واحد. فقط ماذا عليك ان تفعل؟ تكون عندك النيه حسنه. العمده ديال الاشياء والمستند هو النيه، انما الاعمال بالنيات. خلي النيه طيبه، خلي قلبك طاهر، خليك مد يدك للخير، قول كلمه حلوه وسير في طريق الله، وسترى العجب العجاب ان الله تعالى يتجلى عليك بالكرامات وبالعزه وبالخيرات وبالبركات، اما ان يعطيك هنا في الدنيا، واما ان يؤخر لك حتى اخر عمرك، واما ان يعطيك الفتح المبين في الدار الآخرة. أسأل الله الكريم لنا ربحة، الله يرحم الوالدين، اللهم تعالى يصلح لك الوليد ديالك وترح فيه البركة، ويعطيه الصلاح ويعطيه النجاح ويعطيه الفلاح، ويكتب لك الله مكاتب الخير. آمين آمين. ولك اسمتك ربحة، ولكل له من اسمه نصيب. رابحة إن شاء الله بالصبر ديالك، رابحة بالقناعة ديالك، ورابحة بالرضا ديالك، والله ما تخيبي، لأن الله تعالى وعدنا بالعطاء الذي لا حدود له. سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير الحاج الطيب؟ لاباس عليك؟ لاباس على الله، بارك الله فيك. لاباس عليك، الله يحفظك. وانا ما عرفتيش معايا، كنتسنى والو. والله الا اللي اتصلت بيك وذاك الرقم جاوبني واحد السيد اخر، الرقم اللي سجلته جاوبني واحد السيد اخر. ديك الساعه باش يعني غلطتي في النمره ولا؟ المهم النمره ديالي باينه، المهم رد البال. لاباس عليك، الله يحفظك الا، بارك الله فيك.
الله ينورك سيدي، الله يكبر بيك، كل شيء بخير. الله يحفظك ورعاك. يسلم عليك الداعي ونعمك الفرسي، كيسلم عليك بزاف. جزا الله ألف خير، الله يرحم والدنا لالا. بارك الله. الله يستر عليك والله يكبر بيك، ودعي معنا راه مريضة شوية في الصحة ديالي، الله يكبر بيك، ودعي معنا على الوليد راه كيقرا إن شاء الله ينجح لي، الله يعطيك السر، يخلف لي الطيعة، راه ما عنديش غير هو والدين، خليني خلوني صغيرة غير لا إله إلا الله والصبر، ما عرفت لا الحنينة ديال الوالدي لا والو، وإن الله تبارك وتعالى شافنا الله يرحمك الوالدي. ونعم بالله يا الربحة. إيه كان تزوجوا في حريد في البلاد، تزوجوا بالفتحة زمان. أيه؟ في البلاد. نعم. تزوجوا في البلاد بالفتحة في حريدتو. أيه؟ كانت صمعي حريدتو لمن شير. أيه؟ كان تزوجوا بالفتحة زمان زمان زمان، وما تساهمش الوالد مع أمي، ومهم تفرقوا وخلونا لا حال مدنية لا لا المدرسة، ما دخلتش أنا لكاع المدرسة الآئيين، وأين سبحان الله تعالى كان المحسنين، والمهم كبرت مع المحسنين، ما الحنين ديال الوالدين ما كاينش، تزوج الوالد مرة أخرى وتزوجات أمي راجل آخر، ومهم كل واحد دخل الحياة ديالو، والله ما كنزور الوالد وريني حتى هي الله يسمح لنا، الله يسمحها مسكينة. لحقاش ولادها ديرهم بحال بحال. أيه؟ ماشي هذاك تعطيها الحنين، احنا ما تعطينا الحنين، فهمتي؟ أيه؟ ولا اله الا الله، وهي الظروف ديالها عاوتاني، ما هي اللي على الظروف ديالها هي، هو لا اله الا الله. الله يحفظهم جميعا، الله يرحم لك الوالدين، وادعي مع هذاك الدري ينجحوا باش يخلف عليا الطيعه، ما تزوجش ما المهم جاف الله، والله يرحم لك الوالدين، ودعي معها بحال الصحه ديالها راه مضيره شويه، الله يكبر بيك، واتصل بيا بغيت نقول لك شي هضرات، الله يرحم لك الوالدين، واخا اختي ربي يعطيك الخير، بارك الله فيك، الله يعطيك الجنه في الدنيا وفي الاخره، اللهم امين، الله يقوي خيرك، الله يعطيك النور على النور، الله يرحم لك الوالدين، الله يتهلا في راسك، اللهم امين. شكرا لك ربحه، شكرا لك لاله، الله يفرج عليك وعلى العائله اجمعين. وهكذا كان ايام زمان لاله ربحه، ماشي غير في ايميل شيل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.